من جديد يهربون. إنها الحدود بين أنغولا والكونغو الديمقراطية. تبخرت أحلام هؤلاء بحياة هادئة في أنغولا التي لجأوا إليها. لقد تم طردنا من أنغولا، لكن في الطريق إلى بلدنا سيطلبون منا في الحواجز الأمنية دفع نقود، وإلا فلن يتركونا نعبر. لا ندري ماذا نفعل. التحرك الجماعي للاجئين الكونغوليين جاء بعد قرار الحكومة الأنغولية إبعاد اللاجئين والمهاجرين الكونغوليين، والآن علق الآلاف على الحدود ويشتكون من مختلف أشكال الاعتداءات والسرقة على يد قوات الأمن بجانبي الحدود. والذين يعبرون من هنا ينتظرهم مشوار طويل 150 كيلومترا لأقرب مدينة، ويزيد رحلتهم صعوبة الأمطار والحواجز الأمنية. ما دفعني لمغادرة أنغولا أن الوضع أصبح سيئا. لقد تعرضنا للعنف من قبل الشرطة ومواطنين أنغوليين. مشكلة لاجئي الكونغو واحدة من أعقد قضايا اللجوء في القارة، وهي ناجمة عن نزاع سياسي طويل الأمد بين الحكومة والمعارضة حاولت إنهاءه دول البحيرات العظمى باتفاق وقف إطلاق النار بداية الألفية، لكنه لم يؤدي إلى استقرار حتى الآن.